أهلا من جديد، أشارككم رحلتنا إلى الجبال عيد الأضحى قبل سنتين. رحنا لها رحلة عائلية، مدة الرحلة كانت تقريبا 5 أيام، وأعضاء الرحلة أعمارهم متفاوتة، يعني في صغار وفي كبار، فبنشارككم صار. حين دور ريان سلامة الوصول. فترة إقامتنا كانت هنا في الدانة أو دانة الجبال، صورنا لكم بعض مرافقها، وقريب منها برضو مقهى وممكن 3 محلات، اللي هي محل آيس كريم، محل فطور، شيء زي كذا. والأماكن اللي خارج الدانة أقرب مكان لازم لسيارة، يعني تطبيقات الأكل وتطبيقات المواصلات ما تغطي هذه المنطقة في الفترة اللي احنا رحنا لها. بعض الأحيان يصدف وفعلا نقدر مثلا نطلب سيارة أو نطلب من أي تطبيق، وبعض الأحيان لا، يعني نطلب من مطعم، بعض الأحيان لا لازم سيارة. انترنت الحين حدد. الليلة الأولى، ثاني يوم لنا في الجبال هو يوم عرفة، وكنا صايمين ما في أي فعاليات، بس جزء مننا أخذ القارب. بعد الفطور رحنا المقهى القريب. بعدها طلعنا نتمشى، لقينا جنبنا ألعاب مائية لكن كانت مقفلة هذيك الفترة مدة 2 أسبوع، ما أدري إيش كانوا بينقولون أو شيء زي كذا. وهنا صباح العيد، قريب مننا مسجد بس يحتاج سيارة. بعد الصلاة أخذنا هذا القارب. بعدين جزء مننا راح يشوفون تيلي تبيز. هنا منطقة سكن أجانب، وهذا البحر مخصصين للسباحة، في منقذين هنا لو أحد غرق أو احتاج مساعدة لا سمح الله. والجزء الثاني أخذ القارب. يعني كل أماكن رحنا لها يطلبون منكم بيانات زي الهوية، وبعض الأحيان تفتحون أبشر أو توكلنا. ايش اخبارك؟ والله الحمد لله. وش تسوي؟ بشرب حليب واتفرج. واليوم الاخير رحنا نشوف الشروق.
استنى بشوف لك. والله المؤدب صاحبه في السفر. لا صحح لي لو سمحت. ما في احد صحح لي. بسلامة.